السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة سول عقارات اسكندرية شاطئ النخيل. بنقدم حضراتكم النهاردة عرض جديد وشقة مميزة جدا خلف الشارع الرئيسي، 3 غرف نوم، موقع مميز جدا وعلى بعد 10 دقايق بالظبط مشي للبحر. شفنا مع بعض واجهة العمارة، واجهة ممتازة ما شاء الله. وعندي هنا موجود المدخل، موجود عندنا هنا اسانسير وحارس خاص للعقار. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ مع بعض العرض. عندي هنا شقتنا اللي فيها العرض، ودي شقة الجار. يبقى الدور عندي على شقتين. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله تبارك الله، ربنا رب يكرم ويبارك لصاحب النصيب. عندي هنا ريسبشن ما شاء الله كبير ومميز جدا، قطعتين. دي اول قطعة من الريسبشن، متشطبة كويس جدا، تشطيب ممتاز، تشطيب جبسن برضو بالوانها هادية وراقية جدا. وعندي هنا دي القطعة التانية، ما شاء الله شغل ممتاز ومميز جدا. عندنا هنا موجود مطبخ امريكاني، عدد الكهرباء اللي خاص بالوحدة. المطبخ من الداخل، الشقة عبارة عن 2 مستوى، ده المستوى التاني، طرق التوزيع لغرف النوم والحمامات. على شمالنا هنا موجود حمام للضيوف، بجوار منه مباشرة عندي هنا الحمام الرئيسي. وعلى يميننا هنا موجود أول غرفة نوم، ممتازة جدا ما شاء الله، متشطبة كويس جدا، تشطيب ممتاز، تشطيب جبسن بورد بألوانها هادية وراقية ممتازة جدا. عندي هنا دي الإطلالة بتاعت الغرفة، ما شاء الله عندنا هنا الغرفة التانية، مساحتها أكبر شوية من الغرفة الأولى، بتشيل معايا غرفة نوم كاملة ومتشطبة كويس جدا، تشطيب ممتاز، تشطيب جبسون بورد بألوان هادية وديكورات مختلفة. إطلالة الغرفة دي نفس إطلالة الغرفة الأولى. غير مجروحة، وعندنا هنا موجود الغرفة الثالثة،
متشطبة كويس جدا برضو، تشطيب ممتاز، تشطيب جبسن برضو ألوانها هادية ممتازة وراقية جدا. ودي عندي هنا الإطلالة بتاعتها بتطل على الشارع الرئيسي، ومجهزة عندي هنا بخزائن ملابس، دولاب حائط، ما شاء الله. نطلع نبص مع بعض على البلكونة ونشوف رؤية الشارع. ما شاء الله الريسبشن عندي هنا مميز جدا، قطعتين موجود عندي هنا، تراس رائع وممتاز وجميل جدا ما شاء الله. موقع سكني خلف الشارع الرئيسي، والشقة بتشوف برضو البحر عندي هنا بكل وضوح، وعلى الشارع عرضه 12 متر خلف الشارع الرئيسي مباشرة. رؤية الريسبشن عندي من زاوية تانية، وكده العرض بتاعنا يكون قد اكتمل، ونتكلم مع بعض على تفاصيل وحدتنا بالكامل. بسم الله الرحمن الرحيم، عرضنا النهاردة من قناة سول عقارات في اسكندرية شاطئ النخيل، شقة مميزة جدا في الطابق التالت علوي، تالت طابق بعد الأرضي. العمارة عبارة عن 5 طوابق، وعرضنا في الطابق التالت موجود اسانسير وحارس خاص للعقار، وشقة مسجلة في جمعية 6 أكتوبر القدم مسلحة، وكاملة العدادات كهرباء ومياه زحنا في مير السلم، آخر فواتير كهرباء ومياه في تاريخ اليوم. المساحة الإجمالية للشقة 130 متر، عبارة عن 3 غرف نوم و2 حمام 2 مستوى، ورسبشن كبير قطعتين، ومطبخ أمريكاني، وطرق توزيع الغرف، وبلكونة كبيرة. السعر 380,000 جنيه كاش، والسعر قابل للتفاوض. السعر بالدولار 24,000 دولار. ومن داخل المكان كان مع حضرتكم احمد بهجت صاحب قناة سول عقارات في اسكندرية شاطئ النخيل. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك الجميل بتاعكم، اشتركوا معنا كمان في القناة، وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد في عقارات اسكندرية شاطئ النخيل. ما شاء الله العرض كويس ومميز جدا جدا، وربنا رب يكرم ويبارك لصاحب النصيب. نشوفكم إن شاء الله على خير في شقة جديدة وعرض جديد وعقار جديد مع قناة سول عقارات في اسكندرية شاطئ النخيل.